السلام عليكم. نمشيو للسوق ديال اكوراي ان شاء الله بحول الله، ندوزو على اي تعزم. دابا حنا خارجين من اسواق مرجان، واحد بمايا على اليمين راه عاد داروها هنايا هاد الديور اللي من مور مرجان. هذا اللي قدامنا المسجد ديال اناسي ثلاثة. هذه طريقة قوري هي هذه، هذا اللي على اليسار فلاور تشايلد. غادي نشوفوا شوية الأثمنة ديال الخضار وبالخصوص اللحوم، نشوفوا اللحوم مع هاد الإشاعات اللي طالقين، طالقين إشاعات على اللحوم، يقولوا بان راه مسمومه راه دايره راه فاعله. هذوك راه اعداء الوطن هما اللي تيقوموا بدك، بحال هاد لي زوديو ديال الواتساب، خاص الانسان يبقى يبارطاجي بحال دوك لي زوديو. المهم دابا راه يعني الدوله دخلت على الخط، يعني غادي تشوف شكون هما الناس اللي طلقوا ديك الاشاعات، وراه غادي تكون متابعه قضائيه. اي هما في اغلب الاحيان يعني بحال هاد الاشاعات راه تيجيو من على برا من المغرب، فالاغلب تلقاهم غير اعداء الوطن هما اللي يعني طالقين ديك الاشاعات. هاد القضيه نتاع اللحوم المسمومه راه لا اساس لها من الصحه. اللحوم في المغرب راه ما راه لا بد كيدوز عليها بيطاري، يعني طبيب بيطاري كيدوز على اللحم في المجزرة عاد تيخرج اللحم، الا ما كشاش عليه الطبيب. يعني راكم كتشوفوا الطابع على اللحم، الا ما كانش الا ما طبعش عليه البيطاري راه ما يخرجش، راه ما يتباعش في الاسواق المغربيه. هذه اللي خص الانسان يكون عارف. والاطباء البيطاريين يعني راه هما يعني صعاب في هذه المساله نتاع اللحوم، راه الا شكوا في البهيمه راه ما تدوش، لحقاش راه عنده مسؤوليه. الا وقعت شي حاجه راه شكون اللي مسؤول؟ راه الطبيب. خصوص يعني مثلا اللحم تيكون مطبوع يعني واحد الرقم فيه، واحد الكود يعني تيعرفوا شكون هو البيطري المتابع، يعني اللي طبع على ذاك اللحوم. ودائما البيطري كيكون عنده الاعوان ديالو اللي كيساعدوه، يعني اللي كيشوفوا البهائم قبل ما تذبح، يعني كاين واحد المتابعه قبليه وبعديه، قبل ما تذبح ومن بعد فاش تذبح. يعني بحال هاد الاشاعات ما خاص الانسان يتيقو، وما خاص حتى المغاربه ما خصهمش يبارطاجيو. انا بزاف تيوصلوني بزاف نتاع لي زوديو بحال هكاك في الواتساب، ولكن ما تنحلهمش بتاتا. اولا كنخاف لي يكون فيهم شي فيروس، ثانيا بحال هكا يعني ملي كتسمع يعني شي واحد بارطاجا اوديو بحال هذا، يعني راه بعد لي زوديو كنقراهم كنلقى بانه اللي صيفطهم لي راه عباره اخرى يعني مكلخ، انسان مكلخ، يعني مشات داك الاوديو صيفطوا له واحد يعني وما حاولش يعني بالعقل ديالو يحلل، يعني يدير اون اناليز يعني صغير، وراه يعرف ان داك الشيء راه كذوب، تيبدا يبارطاجي الكذوب. ودوك لي بارطاج باش تعرفوا
راه عندها أهداف، إما كتلقاها مادية الدرجة الأولى، وإما أهداف سياسية، يعني باغين مثلا يضربوا البلاد، باغين مثلا يضربوا مثلا الجزارة، باغين يضربوا اللحم يعني والبهائم في المغرب، باغين يضربوا المصداقية نتاع البياطرة والمجازير المغربية. والواتساب فاش تبارطاجي لهم راه تيدخلوا الفلوس، راه بحال اليوتيوب، كل ما كان لي فيو كثار كل ما كان تيدخلوا الفلوس. يعني باش تكونوا عارفين بانه دوك لي بارطاج دوك لي زوديو اللي تيدير راسو مثلا واحد، حتى يدير راسو بحال الله يمصيفطوا لصاحبو فلان وراه كذا كذا كذا، وراه مدروس داكشي، راه تيعرفوا العقليه نتاع كل واحد كيدايره، وتيلعبوا على العقليه نتاع الناس العاديين، يعني ماشي الناس الاذكياء، ماشي الناس المثقفه، تيلعبوا على دوك الناس العاديين، هما اللي تيقبضوا نيت داك الميساج وتعاودوا يبارطاجيوه. اذا غادي في السوق ان شاء الله غادي نشوفوا هذه المساله، وغنشوفوا لامباكت يعني نتاع هاد الاشاعه على سوق اللحوم في المغرب، يعني واش الناس ما غاديش تشري اللحم؟ هذا هو المشكل، الناس راه غتشري اللحم يعني واخا ما، والناس كاين الاكثريه تيعرفوا مثلا بانه راه ملي تيكون الطابع راه ما تيخافش، يعني راه دوز عليها الطبيب. وكاينين الناس اللي كيثقوا غير في الجزار، الجزار عندهم تياخذ تيثق فيه، تيثق في الجزار ديالو، يعني كيجيب اللحم فلان ياخذ منه صافي، ما ياخذش من عند واحد اخر، تيعرفوا بانه كيذبح المليح وبانه راه تيدير مثلا المليح وتيتهلا وما تيديرش ديك اللعبه نتاع العظيم من التحت، فهمتي؟ يعني كيكون عارف الجزار ديالو، تيثق في الجزار ديالو. يعني الناس مثلا كما تيفكروش بزاف كاع، زعما غادي يمشي هو ولا يقرا ولا يشوف مثلا راه خرج بلاغ من الحكومه، من يعني تقول بانه راه داك راه اشاعه راه لا اساس لها من صدق، داكشي كاع ما تيشوفو هو. اذا ما تبقاوش تثقوا بزاف، راه ديما كنقولها لكم، ما تبقاوش تثقوا بزاف، راه كاين اللي حاسدينكم هي على ربطات خيزو بثلاثه دراهم حاسدك عليها. كاين مثلا هذا الفيديو اللي طلق ديال بوفكران اللي كنقول فيه بان الرخاء فيه الرخاء، كاين الرخاء، واش ربطات غير الخيزو فيها 3 كيلو، ربطه ديال اللفت وكذلك 3 كيلو 3 دراهم، يعني تقريبا درهم للكيلو. واحد يجي يقول لك لا ما كاينش الرخاء، فين هذا الرخاء؟ يعني كاينين الناس اللي كيروجوا للغلا، كاينين الناس اللي ديال راكم عارفين ديال عكسه وتا ولا. اذا اللحوم في المغرب راه ما فيها حتى حاجه راها نظيفه وصحيه، كل ما كاين هو اشاعات، حنا كنروجوا لها، حنا كنروجوا لها. راه هذاك اللي طلق الاوديو راه صيفطوا لواحد 10 د الناس ولا 20 د الناس ولا 100 د الناس كاع، هذا هو اللي، ولكن دوك ال 100 عاود كل 100 صيفطتها ل 100، حنا ولينا في الملايين، الملايين اللي وصلتهم الاوديو. ما تبقاوش بارطاجيو الكذوب، دوك لي زوديو ديال الواتساب كيف ما كان النوع ديالو، ما تبقاوش تثقوا به، ما تبقاوش تبارطاجيو. اخبار الصحيحه كتكون في الاذاعات الرسميه، القناه الاولى دوزام ميديا، هادو هما القنوات الرسميه اللي عندنا في المغرب، يعني هادو هما اللي يمكننا نثقوا بالاخبار ديالهم، ولا كانت شي حاجه راه تيقولوها. غنديرو دويره في السوق ديال اكوري ان شاء الله بحول الله، نحاولوا نشوفوا هذه المساله هذه، هذه اكوري راه جات جنوب مكناس بعيده ب 30 كيلومتر، كنديرو نص ساعه ديال الطريق. شحال واحد تيسولني فين جات فين جات شحال ديال الطريق، وراه كاين الطوبيس كيدي لها، كاين الطوبيس كاين الطاكسيات،
الطاكسي مورايا كيشيروا له الناس، ولكن راه عامر اللي عجبني هو راه غادي بعقلو هاد الطاكسي، يعني راه ما حاولش يضوبني. دابا ما نزيد هاد خليه يدو لحقاش انا مسموح الدوبلاج تيسوق مرزن. هذا هذا كاب اي تسوالة، لا كاب اي تسوالة، لا كاف. في ايام فرنسا كانت هاد البلاصة عامرة، كانت مزدهرة خصوص بالحقول ديالها، كانوا الناس كيفضلوا يسكنوا في البادية احسن من المدينة. ونقول لكم يعني من هاد النقطة بالذات، من هادي هي قهوة قروان على اليمين، من هنا من هاد القهوة هادي كان هاد الشارع زوين، مع كان الحديد كان قليل، كان هذا بولفار من هنا حتى لأيتي عزم، كان بولفار، كانوا كيخرجوا النصارى وتيبداو يتمشاو على رجليهم حتى لأيتي عزم. المهم هذا كان بولفار، كانوا مسمينه البولفار. راه ما كنتش خلاص راه يتعاودوا لي. هنا كاينه 60 على حساب المركز ديال اي تي عزم العين الاولى. شي اشتواء يعني تنتعش هاد المناطق الفلاحية ان شاء الله بحول الله. تيقولوا غدا تكون شي حاجة، ولكن كل شي بإذن الله. دعيوا الله، دعيوا الله معنا باش تكمل. احنا واقفين على الشتاء، يعني واقفين على الامطار، واقفين عليها يعني بواحد بإلحاح كي قال هذاك. وكما كتشوفوا الحكومة بالرئاسة يعني نتاع الملك صاحب الجلالة محمد السادس، يعني هاد الأيامات راه يعني كيكون مجالس. كان ما حضرش وحدة بعدا ما حضرش فيها، حضرش فيها خنوج لحقاش قالوا كان عيان، قالوا راه مروح. مهم صاحب الجلالة راه عطي أهمية كبيرة لهذه المسألة تاع الماء، وهذه المسألة ديال الجفاف. ولكن حنا كشعب راه ما ضاربين الحساب حتى لحاجة، راه مازال كنضيعوا الماء، مازال كنبدروا الماء، مازال كاين التبذير. يجب ترشيد استعمال المياه، رحنا داخلين على واحد المرحلة حرجة. الله يحفظ وصافي. يعني كاين مشاريع نتاع تحلية الماء خصوصا بالنسبة للمدن الساحلية، كاين قنوات ديال الربط، يعني طرق سيارة ديال مائية لربط الأحواض مثلا. لحقاش دابا راه كمل الربط ما بين سبو وبورغراك، وراهم خدامين على باش يلاقيو عاود بورغراك مع واد مربيع، يعني الحوض المائي مربيع، يعني باش غيكون يقدر يكون تبادل. فالمياه الا كان نقص في شي بلاصه يصيفطوا لها من الجهه الاخرى، يعني بحال دابا واد سبو، واد سبو راه كتضيع فيه تقريبا 400 حتى 600 مليون متر مكعب اللي كتضيع سنويا. دابا غادي تولي تحول تمشي لبورغراك، يعني هاد العام راه خدمات خدمات ويعني وعطات نتائج. لحقاش كون ما كانتش داز الماء من سبول بورغراك كون راه الدار البيضاء كون راه قطعوا عليهم الماء. والله يستر وصافي. لحقاش قدر مثلا جنوب ديال الدار البيضاء اللي كيوصلهم الماء من واد مربيع راه يقدر يكون عندهم انقطاعات في الماء،
اذا هاد القضيه ديال المخ الواحد ينتبه لها مزيان، ما يبقاش الانسان يضيع الماء، خصوصا مثلا اللي كيغسلوا السيارات، خصوصا الناس اللي كيسقيو الغازون بالماء ديال الشرب، راه عوالين دابا لحقاش راه تقريبا واحد 87% نتاع الابار في المغرب راه محفوره بطريقه غير قانونيه. هذا الرقم يعني تقريبا اللي تيتقال مال الحقيقه الله اعلم بها، وراه غادي يحاولوا غادي يمكن غادي يتسدوا. لحقاش المشكل ديال الماء راه حنا وصلنا لواحد مرحله حرجه، الله يرحمنا وصافي. يعني سد المسيره راه وصل لواحد المستوى ما عمرو كان في التاريخ ديالو من 1975 ونهار دار داك السد. راه اللي تيعرف سد المسيره اللي مشالو من قبل ومشالو دابا راه تجيه البكيه. سد المسيره اللي تيعرف مثلا، نعطيكم هي مثال من جهه ولاد عيسى، ولاد عيسى دلواد، لحقاش كاين ولاد عيسى دلواد وكاين ولاد عيسى الصخيرات. من جهه ولاد عيسى دلواد كنا الماء تيكون واصل حتى لحدا دار المراكشيه، اللي تيعرف دار المراكشيه دابا راه خاص تهبط 4 كيلومتر تهبط راه ولا خلاص تيدوز الحديد دابا عاد توصل للماء، ما بقاش، بقى واحد شويه د الماء وصافي. هذا يعني المسيره اللي جاي على واد ام الربيع، يعني الواد اللي ما عمرو كنا تنقولوا يعني ينقص منه الماء. باش يكون في خباركم راه بزاف نتاع الضايات تاع البحيرات اللي نشفات ضيت عوا خلاص مش حال هادي يفرح كمكم افنورير، يعني هي الاخرى، يعني راه بزاف ديال البحيرات اللي نشفو كاريمو بقات فيهم نقطه. مشروع اللي تحليات الماء كانت دار في 2000 وكانت شنو الملك الله ينصرو في 2020 نهار 13 فبراير 2020 كانت شنو في النواحي ديال اكادير تحت اكادير لا ريجيون ديال سيدي واساي تقريبا في ديك النواحي الا بقيت عاقل. الناس ديال اكادير يفكروني في لوندروا، كنت راه حضرت في داك التدشين، وكاين تعطى داك النموذج الجديد نتاع المياه والغابات كان قدمو اخ النوش ديك الساعه كان وزير الفلاحه، يعني كان دار اول مشروع ديك الساعه فاش كانت شنو الملك. هادي شي بومبات جديده كدير هنا على اليمين، هادي على اليمين طريق الخميسات يعني كدوز على سبت جحجوح راه الجري عاد تكمل الطريق، و هنا على اليسار طريق الحاج حنا غنمشيو نيشان اكوري. اذا قلت لكم راه يعني هاد القضيه ديال مشاريع تحلية الماء راه بادية من قبل من كورونا،
بالضبط يعني قبل ما يعني في شهر جوج من موراها دخلنا في كورونا. كان لي الشرف يعني حضرت سلام سيدي، بخير سيدي، شي لاباس؟ الله يحفظك أمولي، بارك الله فيك. ورقة السيارة. مرحبا سيدي. مرحبا. سيدي. تبارك الله عليك يا سيدي، الله يحفظك. إذن كما قلت لكم، كنا حضرنا تبارك الله مع المديرين الجهويين للفلاحة، مع رؤساء المصالح يعني العليا، يعني هاد القضية نتاع تحلية الماء ماشي جديدة في المغرب، وإن شاء الله يعني غادي تكون باستعمال الطاقة النظيفة، يعني الطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية، يعني باش تكون التكلفة ديالها مزيانة. هنا أراضي فلاحية كما كتلاحظوا، داكش يعني التربة هنا ديال هاد المناطق هادي، راحنا ديما في قروان، هادي راه تابعة لقروان، قوري تابعة لقروان. قروان الجنوبية، قروان الشمالية هي عين الجمعة والنواحي ديالها. هذا اللي قدامنا أقوري، تبارك الله الى طاحت اشتواء غدا ان شاء الله، نتمنوها باش تكون مهمه وعلى قد النفع كي قال هذاك، دائما تنطلبوا الامطار ولكن على قد النفع. واخا هي باش يعمروا السدود راه خاص رعدات، صحاح. الزرع يعني ان شاء الله خاصو شويه الماء وغادي يطلع مزيان. أقوري مدينه صغيره، هي اكبر من بوفكران خلاص. ولكن مدينة هادئة يعني كالم، الناس ديالها مزيانين، أمازيغ خلاص، أكثرية تيهضرو بالأمازيغية، كاش الحيط. دابا اخر الدراسات، خصني نبقى ديما نقولها، اخر الدراسات بينات على ان المغاربه كلهم شلوح، كلهم المغاربه شلوح، يعني هذه تحليلات الجينيه لدين لدين بينات على ان المغاربه كلهم امازيغ. النسبه نتاع الدم العربي ما فايتش 1%، 1%.
الأصل الروماني وصل 7 حتى 8% الإيبيري. يعني اللي اختلطوا بزاف بالمغاربة هما الناس اللي كانوا يدخلوا من الأندلس، أما العرب داك الشيء قليل. أصلا مولاي إدريس نهار دخل المغرب راه دخل بوحدو، راه جا هربان ودخل بوحدو، كان معاه يمكن شي خدام ديالو والله. فاش تزوج راه تزوج أمازيغية، تنظن كنزة بنت شي واحد، متعقلش عليه ديك السنة. يعني ولدو مولاي إدريس الثاني يعني راه فيه 50% العرب و 50% ديال الامازيغ، من تما هو تيتقسم يعني لو جين اغاب. هادي اغوراي. هذا هو المركز ديال أبوري. هاد الطريق اللي على اليسار كتدي للحاج، هادي بلاصه الجزاره هنايا، هادي بلاصه الجزاره. هادي اللي قدامنا هي القصبه، هادي هي القصبه ديال أبوري. يا هادي الباب ديالها على اليمين، القصبة ديال أغوراي كان بناها مولاي إسماعيل، بناها مولاي إسماعيل، كان بناها لمرتو البرتغالية، تيقولو بنت البعاج. داكشي علاش سماوها أغوراي، يعني جايه من اكوا تعني الماء على حسب البرتغاليه، والراي هو الملك او السلطان. هلا قلنا الماء او عين السلطان او ماء السلطان. اغلب القصاصات كتقول تتمشي في هذا الطرح. هذا كانوا راجعين من شي غزوه، كانوا في جهه مراكش، فاش كانوا راجعين بانت لهاد البلاصه زوينه، مع هاد هنا واحد البانوراما على اليمين كتبان زوينه. شافت هاد البلاصه عجبتها، قالت له بني لي هنايا شي قلعه. شي وحدين كيقول لك لا، ما يعني مساكن او المباني اللي كاينين لداخل في وسط القلعه ما عندهاش يعني الصبغه ديال مثلا قصر او رياض او